بيكم في حلقة جديدة من عمايل إيدي. زي ما تعودنا وصفاتنا حلوة جدا، هنعمل مع بعض النهاردة بيتزا بطريقة لذيذة مع الجبنة القريش والركفور، وهنعمل كمان ساندويتش البيتزا. تعالوا نشوف ايه هي اول وصفة معانا، وهي بيتزا بطريقة لذيذة وسهلة وسريعة. العجينة بتاعتها تنزل لكم حالا على المقادير، عجينة البيتزا اللي احنا على طول بنعملها مع بعض، سهلة وسريعة ولذيذة، وممكن كمان تجيبوها جاهزة لو متوفرة. عندنا صوص البيتزا هيكون صلصة، عصير طماطم وزعتر، وسنة صغيرة جدا من الثوم، والحشو هيكون جبنة ريكفور، طماطم شاري، جبنة قريش، جرجير، ودقة الزعتر، بتكون حلوة ومختلفة. أول حاجة هعملها أنا هجيب هنا عندي عجينة البيتزا وهخرمها. بنخرم ليه عجينة البيتزا؟ علشان مش عايزينها تنفش مننا وتتخن وتبقى مش حلوة، فدايما هتلاقوا ان احنا لازم بالشوكة نعملها كده على قد ما نقدر، بنعملها علشان تفضل معايا حلوة اهو وما تتخنش مني خالص. التخريمة دي بتفرق جدا جدا فيها. انا بفردها وبحطها على قد البايركس، الصينيه، اي حاجه اللي هتخش الفرن بتاعتي. وبعد كده هجيب بقى الصوص بتاعي، بخلطه مع بعض. هحط هنا شويه من عصير الطماطم، هحط سن الثوم بسيطه قوي قوي، يا دوب بس انه ايه الطعم يكون فيها موجود. ممكن اسبكه، ممكن اعملها كده وهي بتخش الفرن، طبعا تاخد تسبيكه لذيذه اهو كده. بقلبها مع بعض كويس قوي. بصوا بقى الجمال، وبرش معاها شويه زعتر وبقلب، ورشه ملح، وايه سنه زيت زيتون معاها كده. هي جاهزة معايا اهو كده، الصوص عندي جاهز ان انا ايه ادهن بيه البيتزا بتاعتي. وده اللي هعمله دلوقتي، ان انا هحط كده وهبدأ بايه، بان انا امشي الصوص بالشكل الجميل ده اهو. كده يا سلام على الجمال. يلا، وعندي هنا كده الجبنة الركفور، يلا بينا. سهلة سريعة مختلفة، وده اللي دايما بنحاول نعمله. هجيب الجبنة الركفور وهبدأ ان انا ايه اقطعها كده عليها. عاملينها لذيذة جدا وتبقى حلوة في اي وقت، ممكن تتاكل صبح بالليل ظهر، فعلا هتعجبكم وهتعجب كل حد يدوقها، بالذات الناس اللي بيحبوا بقى الجبن الحلوة دي اهو كده. وهنحط الطماطم، طماطم الشاري، وهقطعها انصص، ولو مش موجودة يبقى هقطع طماطم عادية صغير كده، وهدخلها الفرن تاخد السوا بتاعها، وبعد كده تطلع. ابدأ ان انا احط عليها بقى اهو. انا هنا عاملة، بصوا معانا واحدة جميلة جدا جدا، حلوة جاهزة وخلاص. انا مدخليها بقى الفرن وطالعة زي ما احنا شايفين كده، جميلة قوي. اللي هعمله ان انا عايزة بقى اطلعها بالراحة خالص وانقلها على اهو كده، وهبدأ اقطع عليها الايه الحاجات الزيادة الجميلة بقى بتاعتنا. تعالوا كده نشوف. هجيب الجبنة بتاعتي الشادر ونقطعها اهو. جبنة القريش من الجبن اللي بتكون حلوة جدا جدا اهو في وصفاتنا
هجيب الجرجير زي ما انتوا عارفين بحب اقطعه كده بالايد علشان احتفظ بالقيمة الغذائية بتاعته. كده وهجيب الجبنة القريش وبتتحط بالطريقة الجميلة دي كده على الوش. بصوا بقى الجمال. كده وهجيب الدقة بتاعتي وإيه بحطها كده معاها مع رشة الزيت زيتون. تعالوا نطلع الفاصل بتاعنا ونجيب بقى المقادير للساندويتش البيتزا الجميل جدا، مقاديره حلوة وهتعجبكم، ونرجع لكم على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف عملنا البيتزا، بيتزا بطريقة لذيذة ومختلفة جدا، عملناها مع الجبنة الروكفور وصلصة البيتزا، وبعد كده مع الدقة، دقة الزعتر الحلوة قوي، والجبنة القريش والجرجير بتطلع حلوة وجميلة. هنعمل مع بعض دلوقتي بيتزا ساندويتش بطريقة مختلفة حلوة قوي. هتنزل معاكم عجينة البيتزا اللي احنا بنعملها دايما الحلوة قوي قوي قوي. لتاني مرة خدوا المقادير واعملوها بالظبط زي المقادير. عندي كمان الفراخ، فراخ مكعبات مشوية، عندنا الطماطم الشاري، الجبنة الموتزاريلا الكور، صلصة البيتزا، عندي بصل وصوص الرانش. تعالوا نشوف كده طبعا مع السمسم بقى اللي بنحطه على الوش ايه اول حاجة انا هعملها. عايزة اقطع الجبنة بتاعتي الموتزاريلا، بنقطعها زي ما احنا شايفين كده بالطريقة اللذيذة دي وبنعملها. انا عملت طبعا معاكم برضو هنا علشان اوريكم بتبقى حلوة قد ايه. هنعملها كده اهو. الجرجير انا بحب احطه في التقديمات، بيدي طعم جميل وشكل لذيذ قوي قوي. هجيب الصينية اللي انا هدخلها الفرن كده، وهجيب معايا العجينة بتاعتي اللي احنا عاملينها، وبصوا اهو جميلة قد ايه، فرش وحلوة جدا جدا. الله الله الله. يلا اول حاجة هعملها هجيب الصلصة اهو كده، صلصة الايه البيتزا بتاعتنا الجميلة. بحطها كده. يا سلام يا سلام على الجمال. وبجيب معايا فراخ المشوية، صدور فراخ مشوية، بنحطها بحط الطماطم، بحط البصل، شرايح البصل بتاعنا كده اهو. يا سلام على الجمال. وبجيب الجبنة الموتزاريلا، بصوا الحلاوة، وبتتحط، وبعدين صوص الرانش، بنزل كده سنة سنة ان بس الطعم يكون موجود معايا ومختلف وجميل جدا اهو كده. وبعد كده بجيب عجينتي بقى الحلوة، الله عليها، وببدأ في ايه القفل زي ما احنا شايفين كده. الله على الجمال اهو. بنقفل العجينة بتاعتنا، بصوا بقى حلاوتها. وهنا كده
رشة الزيت بتاعي اهو، شوفوا جمالها. وبعد كده بديها السمسم وحبة البركة على حسب طبعا الرغبة بتاعتنا، وبكون مسخنة الفرن بتاعي اهو، شوفوا الجمال. وتخش الفرن، احب اعملها سادة، احب اعملها كده، بتطلع جميلة جدا. تعالوا نخش الفرن وكمان اخد اللي انا عاملاها الاول نطلعها. الله الله الله، بصوا بقى بتطلع حلوة قد ايه، طالعة جميلة جدا جدا. وندخل دي برضو تستوي، وهجيب هنا الجرجير بقى هحطه كده. وايه تعالوا اوبا، بصوا بقى الجمال والحلاوة، بسم الله. بصوا عايزين نشوف الجبن وهي سايحة، بصوا بقى جمال الايه الساندوتش بتاعنا، ساندوتش البيتزا وحلاوته قد ايه، جميل جدا جدا جدا. الله، شايف سامعين القرمشه والصوص كده وهو، بصوا الله 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 على الحلاوه والجمال اهو كده وكده، ويتقدم بألف هنا عليكم. عملنا مع بعض بيتزا بطريقه لذيذه سهله وسريعه، بيتزا بالجبنه الركفور، وعملنا كمان مع بعض وجبنه القريش ودقه الزعتر وزيت الزيتون، وعملنا مع بعض كمان الساندوتش الجميل جدا، ساندوتش البيتزا مع صوص الرانش والجبنه الموتزاريلا الحلوه قوي قوي. اتمنى يكونوا وصفات سهله سريعه، جربوهم دايما وابعتوا لي على صفحه البرنامج عمايل ايدي على فيسبوك، سي بي سي صفر على الانستغرام، واستنوني في حلقه جديده من عمايل ايدي.